بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمة الإسلام خير أمة وبعث فيها رسولا أمينا يتلو عليها آيات ربه ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ومصادر الفقه الأساسية هي القرآن الكريم، ثم السنة المطهرة، ثم الإجماع، ثم القياس. أما باقي الأدلة فيعني مختلف عليها كما هو معلوم. وموضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام شامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهي على نوعين: أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها، وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. هذه الأحكام يمكن حصرها في أحكام الأسرة، وهي أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها، ثم أحكام المعاملات المالية المدنية كالبيع والإجارة والشركة ونحوها، الأحكام الجنائية وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات، ثم أحكام المرافعات والقضاء متعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها، ثم الأحكام الدولية التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. أما ثمرة علم الفقه فهي معرفة الفقه والعمل به، والتي تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو العلم الذي يعني تصح به العبادات. ولا شك أن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فرتب الخير كله على الفقه في الدين، وهذا يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الناس معاد خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن ثم نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة هذا الكتاب المبسط تحت عنوان: ما لا يسع طالب العلم جهله. لأننا كما ذكرنا من قبل الإخوة قل أن يتم كتابا في الفقه من أوله إلى آخره، مع خطورة الفقه وأهميته خاصة في هذا الزمان. فاخترنا هذا الكتاب لأنه ميسر ومبسط جدا، والعامة اختيارات المؤلفين الفضلاء تنزع إلى اتباع الدليل وصحة الأدلة أيضا. فالهدف هو أن ننهي كتابا كاملا في الفقه في أسرع مدة ممكنة.
ومن ثم سنتجنب التفاصيل ويعني نضع نصب عيوننا أن ننجز الكتاب في أسرع مدة، لكن أن ننجزه كله. ومقياس الجدية هو أن يكون آخر يوم في دراسة الكتاب إن شاء الله، إن شاء الله تعالى ذلك، يكون الهمة في الحضور كما هي الآن في البداية، لكن لا تشتد الهمة في البداية ثم يحصل الفتور بعد ذلك، فهذا يعني علامة غير جيدة. لكن الهمة التي نبدأ بها الشرة ينبغي ألا تعقبها فترة يعني نتقاعس بها عن الاهتمام بهذا العلم الخطير. يبدأ المصنفون أولا بذكر كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب. أول هذه الأبواب التعريف بالطهارة أو باب الأحكام الطهارة والمياه. ففي الطهارة نتناول أولا أهميتها ثم أقسامها ثم تعريفها لغة واصطلاحا. أما أهميتها فالطهارة هي مفتاح الصلاة، الطهارة هي مفتاح الصلاة، وهي أكد شروط الصلاة الطهارة، ولا شك أن الشرط حقه أن يتقدم على المشروط، فمن ثم بدأ بالطهارة قبل الصلاة. أما أقسامها فالطهارة إما معنوية وإما حسية، والطهارة المعنوية هي الأهم، لأن الطهارة المعنوية تشمل طهارة القلب من الشرك ومن المعاصي. فطهارة القلب من الشرك لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، يعني مشرك ويتوضأ لن يتطهر بدنه، لأن شرط الوضوء كعبادة، أهم شرط في الوضوء ليه؟ النية، والنية لا تصح من المشرك. لماذا؟ لأنه لا يعرف ربه، فيجب أن يعرف ربه أولا وأن يطهر قلبه من نجس الشرك بنور التوحيد. والله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس، ولا شك أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، نجاسة القلب بالشرك، فلا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. فالله تعالى قال إنما المشركون نجس، وقال أيضا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في أحد التفسيرين لا يؤتون الزكاة تطهير القلب من الشرك، والذي يطهر القلب من الشرك هو التوحيد بلا إله إلا الله. فإذا قسم الطهارة، قسم الأول طهارة معنوية وهي الأهم والأخطر وتشمل طهارة القلب من الشرك ثم من المعاصي وآفات القلوب. القسم الثاني وهو الطهارة الحسية، والطهارة الحسية إما طهارة حدث أو طهارة خبث كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما تعريف الطهارة فهي لغة النظافة والنزاهة من الأقذار، أما اصطلاحا فهي رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة شرعا أو اصطلاحا رفع الحدث وزوال الخبث. أما رفع الحدث فالحدث هو وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. فهذه حالة، حالة من أحوال البدن أو وصف معين للبدن يمنع الإنسان من الصلاة ومن كل ما تشترط له الطهارة، كالطواف مثلا وقراءة القرآن ونحو ذلك. فإذا هذا هو معنى الحدث، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. أما الحدث الأصغر فهو يقوم بأعضاء الوضوء، لأننا قلنا في الحدث أنه وصف قائم بالبدن. الحدث الأصغر هو وصف قائم بأجزاء معينة من البدن وليس بكل البدن، وهي أعضاء الوضوء، وصف قائم بأعضاء الوضوء كالحدث مثل إيه؟ يعني الخارج من السبيلين من بول أو غائط. وهذا الوصف هو الحدث الأصغر الذي يقوم بأعضاء الوضوء يرتفع بإيه؟ بالوضوء، بمعنى أنه يجب به الوضوء، يجب بالحدث الأصغر الوضوء. أما الحدث الأكبر فإنه يقوم بالبدن كله،
وليس فقط بأعضاء الوضوء، فالحدث الأكبر يقوم بالبدن كله ويرتفع بالغسل، أي يجب به الغسل. إذن هذا هو القسم الأول أو النصف الأول أو الشق الأول من تعريف الطهارة اصطلاحا: رفع الحدث أو زوال الخبث. زوال الخبث يعني النجاسة، يعني لو واحد متوضئ مثلا ثم سقطت على يده مثلا نجاسة يعيد الوضوء؟ لا، دي مش مقصود بها هنا رفع حدث، وإنما الواجب عليه إزالة الخبث، فوضوءه وضوءه صحيح لكن مطالب بأن يزيل الخبث، واضح؟ فزوال الخبث هو النوع الآخر من أنواع يعني الطهارة اصطلاحا. والخبث هو النجاسة، والخبث على أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه بالماء، وخبث يجب مسحه. إذن طهارة الحدث إما طهارة كبرى بالغسل، وإما طهارة صغرى بالوضوء، أو بدلهما عند تعذرهما بالتيمم. في طهارة بديلة إذا تعذر أو فقد الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به، أو وجد الماء لكن يعجز عن استعماله مثلا لمرض أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ينتقل إلى البدل وهو التيمم بالتراب. ماذا عن ارتفاع الحدث؟ قلنا إن ارتفاع الحدث هو إزالة الوصف المانع من الصلاة، لأن الحدث نفسه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فمعنى ارتفاع الحدث إزالة الوصف الذي يمنع من الصلاة، إما باستعمال الماء أو باستعمال التراب. استعمال الماء إن كان الحدث أكبر فيستعمل في جميع البدن، أو بمروره على أعضاء الوضوء بنية في حالة الحدث الأصغر. أما إزالة الوصف المنع من الصلاة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله فهو إيه؟ يكون بالتراب أو بالتيمم على الصفة المأمور بها شرعا. وزوال الخبث هو زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. والطهارة الحسية كما ذكرنا هي طهارة حدث تختص بالبدن سواء كان أصغر أو أكبر، وطهارة خبث كما قلنا في البدن والثوب والمكان، وهي ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. أما الماء الذي تحصل به الطهارة، يبقى دلوقتي عرفنا إيه معنى الطهارة، فلما نقول الماء الذي تحصل به الطهارة يبقى معناها بنقول الماء الذي يزال به النجس ويرفع به الحدث، يبقى ده معنى الماء الذي يصلح لأن يتطهر به الإنسان، ها هو الماء الطهور. إذن الماء الذي تحصل به الطهارة أو يحصل به إزالة النجس أو رفع الحدث هو الماء الطهور. معنى الطهور تشتمل معنى إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لأنه ليس كل طاهر طهورا، يعني ماء الورد طاهر لكن هل يصلح أن يتوضأ به الإنسان؟ البنزين الخل هل يصلح؟ هو طاهر لكن هل يجوز أن يتوضأ به الإنسان؟ فإذا لابد أن يكون الماء الذي تحصل به الطهارة هو ماء هو الماء الطهور، طهور يعني طاهر في ذاته ثم مطهر لغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقال أيضا عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا الماء الطهور هو كما يقولون العاري عن الإضافة اللازمة، العاري عن الإضافة اللازمة، أو هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، اللي هو الماء المطلق أو الماء الطهور، أول ما تشوفه تقول ماء. وعاري عن الإضافة اللازمة يعني الإضافة اللازمة التي لا تنفك على أن في إضافة لازمة وإضافة غير لازمة. إضافة غير لازمة لما تقول ماء الكوب، ماء الزجاجة، ماء البحر، ماء البئر،
هو ماء في كل الأحوال، فالإضافة هنا إضافة غير لازمة، ممكن يعني ينفك عنها ويبقى ماء، لكن ما تقول ماء الورد، هذه إضافة لازمة، إن ماء الورد كينونة أخرى غير الماء المطلق. فالماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته يعني على صفته التي خلق عليها، وهو إما الماء الذي ينزل من السماء كماء المطر وذوب الثلج والبرد بعد ما ينصهر، أو أنه ماء جار في الأرض كماء الأنهار أو العيون أو الأبار أو البحر. طيب واحد يقول ماء البحر مالح أو ملح، صحيح ملح وملح أجاج، لكن هو باقي على أصل خلقته أم لا؟ باقي على أصل الخلقة، هو خلق غير لما نجيب ماء ونضيف إليه أملاح وندوبها فيه، لكن بنتكلم على ماء باق على أصل خلقته، بغض النظر بقى عن اختلاف بعض الصفات كما ذكرنا كالطعم ونحو ذلك. لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، يعني أي سائل غير الماء لا تحصل به الطهارة، سواء مثلا الخل أو البنزين أو العصير أو الليمون أو نحو ذلك. والدليل قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل أو لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب، فلما انتقل من الماء عند عدمه إلى التراب دل على أنه لا يوجد سائل آخر يقوم مقام الماء الطهور في الطهارة. ماذا عن الماء إذا خالطته النجاسة؟ الماء إذا خالطته نجاسة فإما أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا. ما معنى نجس؟ يعني أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يستعمل في الطهارة، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بغض النظر هل هو كان، بغض النظر عن كميته سواء كان قليلا أو كثيرا. فمتى ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه فإنه لم يعد ماء طهورا، بل هو نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بغض النظر قليلا كان أو كثيرا. القسم الثاني من الماء الذي خلطته النجاسة هو الماء الذي خلطته النجاسة لكنها لم تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح، لم يتغير مع أنه خلطته نجاسة. هنا نقول إن يفترق الأمر هنا في الماء الذي خلطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه، نفرق بين الماء القليل والماء الكثير، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به. طبعا ده خلاف النوع الأول، النوع الأول اللي هو إيه؟ ماء خلطته نجاسة وغيرت صفته، فهذا حتى لو كان كثيرا ما دام قد تغير فهو نجس. لكن هنا الماء الذي خلطته نجاسة لكنها لم تغير شيئا من صفته، فهنا إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. إن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وإن كان قليلا ينجس ولا تحصل الطهارة به. طيب ما حد القلة والكثرة؟ بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب ما حد الماء الكثير؟ حد الماء الكثير، الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، هذا كثير. فإذا خلطته النجاسة ولم تغير شيء من صفته فهو باق على أصل طهارته وتحصل به يعني الطهارة. فما بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو قليل. إذا خلطته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تغير شيئا من صفاته. طيب القلة بقى، القلة الواحدة تساوي تقريبا 160.5 لترا من الماء، أما القلتان فلما نضرب دي في 2 يبقى إيه؟ 321 لتر، مش كده برضو؟ 321 لترا من الماء. يعني القلة دي شيء كبير، مش قلة زي بتاعتنا احنا، قلة من قلال هجر اللي هي
التسع حوالي 160 ونصف لترا من الماء. فإذا حد الماء الكثير ما يسع أو ما يساوي 321 لترا من الماء، ما كان أقل من ذلك فهو ماء قليل. يقول: والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي بعض الروايات: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. أما المسألة الرابعة فهي عن الماء إذا خالطه طاهر، فناقشنا الماء إذا خلطته نجاسة، وقلنا إنه قسمين: إن كانت النجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، ما دام حصل تغير يبقى فقد طهارته وطهوريته ويكون نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، سواء كان قليل أو كثير، هذا في تغير. طيب ما فيش تغير لكن خلطته نجاسة، يعني زي حمام سباحة مثلا ووقعت في نجاسة، فهل ده ينجز بذلك؟ لم تغير من صفاته شيئا فهو طاهر، واضح؟ لكن إن كانت بحيث تغير صفته حتى لو كان كثيرا فإنه يكون نجسا. طيب ماذا عن الماء إذا خلطه طاهر؟ يقول: الماء إذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، والأشنان حمض تغسل به الأيدي ويقال له بالعربية الحرد ويقرأ أيضا بالإشنان، الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، يعني خلطته مادة طاهرة لكنها لم تغلب عليه، ما زال إذا رأيته قلت هذا ماء. فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. فلفظ الماء في الآية فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ما دام يكفي في تعريفه اسم ماء، غير مثلا لو ماء اختلط به كمية كبيرة من الطين فإذا رأيته تقول عليه ماء مختلط بالطين وأصبح قوامه مثلا بالصورة المعروفة فهذا لا يعد ماء. لكن ما دام يعني هو بمنتهى البساطة الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فهنا يخالط الماء شيء لا يغلب عليه ومن ثم يبقى يعني مطهرا. ماذا عن حكم الماء المستعمل في الطهارة؟ يقول: الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. طبعا الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل في طهارة إيه؟ ها؟ واجبة، في طهارة واجبة، يعني في الغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة فهذه مستحب. فالماء المنفصل يعني بعد استعماله في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. ينفع نقول الماء المستعمل في إزالة الخبث؟ ينفع بعد الإنقاء، لأن متى يحصل إنقاء إذا انفصل الماء طاهرة. لكن عموما ما أحد يتخيل مثل هذا، لكن خلينا في المثال الذي يضربه وهو إيه؟ الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فهو طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون.
دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، والوضوء هو الماء المنفصل بعد التوضئ به، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، الأتوار إناء يشرب فيه، ويغتسلون في الجفان وواحدتها جفنة وهي كالقصعة، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة الماء المستعمل، طبعا مسألة من المسائل التي فيها خلاف، والمصنفون هنا قد يعني مالوا إلى تصحيح القول بأن الماء المستعمل يعني طهور مطهر. هناك من العلماء من قالوا إن الماء المستعمل غير طهور، هو طاهر لكنه ليس مطهرا، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وهو المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي. ممن قال إنه طهور أو مطهر يعني الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. وهذا المذهب أن الماء المستعمل طاهر مطهر، مذهب اختيار ابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف. لن نفصل طبعا كما تعهدنا عدم التفصيل في مثل هذه المسائل. يقول الشوكاني في هذه المسألة بعد أن ناقشها بالتفصيل: وبهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث خلق الماء طهورا وحديث مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده. وقال أيضا الشوكاني: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة اللي هي خروج الماء المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جروف هار، فخلاصة المسألة أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. فنكتفي بهذه الإشارة إلى الميل إلى ما رجحه العلماء هنا المصنفون من أنه باق على أصل طهوريته، أي الماء المستعمل في الطهر. أما المسألة السادسة فهي أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. أسآر جمع سؤر، والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، لأن الكفر كما ذكرنا صحيح هو نجس، لكن نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. فالسؤر ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها.
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام. كل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فإذا شرب من الإناء وبقي ماء في الإناء فيعني هذا السؤر طاهر ما دام هو إيه متولد عن حيوان يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. يعني السباع والحمر وهذه الأشياء لو شربت من الماء فيها خلاف المسألة، لكن الصحيح إيه؟ أن سؤرها أيضا طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مع أن سألوا عن إيه؟ السباع أيضا ترد على الماء وتشرب منه، فهي ما دامت لم تؤثر فيه فلا شيء، فالماء طاهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إن هذا يخالط الناس في بيوتها، وبالتالي لو قلنا إن سؤرها غير طاهر فهذا يكون فيه مشقة شديدة. يقول ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن الأمة. وهذه الظاهرة سنلاحظها كثيرا جدا في سواء في أبواب الطهارة أو في سائر أبواب التشريع، أن المشقة تجلب التيسير دائما، إذا دخل الأمر اتسع، فالمشقة دائما تجلب التيسير، لأن هذه الشريعة الحنفية السمحة تميل إلى رفع الحرج عن الناس، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي نحتاجه. يقول أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. إذا شرب الكلب في إناء أو الخنزير فسؤره نجس وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني إذا شرب فيه الكلب بلسانه، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تعالى فإنه رجس نجس خبيث. ثم انتقل إلى باب الآنية وفيه عدة مسائل. أولا الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، هل يجوز أن يتوضأ إنسان في إناء من الذهب أو الفضة وغيرهما؟ يقول يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما قاصة دون سائر الاستعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أطباقها يعني، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة، والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. فهنا المصنفون يميلون إلى هذا الاختيار، وهو أن النهي عام
في أي إناء ذهب وفضة، سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو مموهين بالذهب والفضة. المموه يعني المطلي، المطلي أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. أما المسألة الثانية فهي حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. التضبيب هو أن يكسر الإناء فيوصل يتلحم يعني بحديد أو بغيره. طيب إذا الإناء من أي معدن تاني لكن تم اللحام بذهب أو بفضة، هذا يسمى الإناء المضبب بالذهب أو الفضة. إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: إن كسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أما المسألة الثالثة فهي في آنية الكفار، والأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. على أساس هذا نوع من الاحتياط، قد يشربون فيها الخمور أو يأكلون فيها مثلا الخنزير أو الميتة أو نحو ذلك. يقول أبو ثعلبة: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، يعني ما دمت تستطيعون استغناء عنها، لكن إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، والمزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، فأخذ ماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، يحمل هذا على أنهم أن هذه المرأة كانت معروفة بعدم مباشرة النجاسة، وهؤلاء القوم كانوا لا يباشرون النجاسات كالخنزير ونحو ذلك. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. والإهالة شحم أو زيت، وسنخة يعني متغيرة الريح. فانظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الغلام اليهودي، دعاه إلى على طعام، طعام عبارة عن خبز شعير وزيت أو شحم متغير الرائحة، فيعني أكل منها. واضح؟ فهذا كله يدل على أن الأصل في آنية الكفار الحل، إذا كانوا ممن يخلطون النجاسات فعلينا أن نتجنبها، إذا لم يكن أمامنا غيرها ففي هذه الحالة نغسلها ثم نأكل. فإذا عرفنا عن الكافر أنه لا يباشر النجاسات فالأصل أيضا الحل في أوانيه. أما المسألة الرابعة فهي الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. يقول: جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله. جلد الميتة إذا دبغ، الدباغ يعالج بمواد كيميائية كالقرض والشبة ونحو ذلك والملح، بتمنع التعفن وفي نفس الوقت تسرع تجفيف الجلد بحيث يستفاد منه بعد دبغه. فجلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل أخذوا إهابها فذبغوه فانتفعوا به، مع أنها ميتة مش مذبوحة، قال: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: إنها ميتة
قال فإنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، أما الجلد إذا دبغ فإنه يصير طاهرا بذلك. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. الذكاء بالذال، الذكاء الذبح الشرعي، استوفت شروط الذبح الشرعي. فإذا كانت الذكاء تحل أكلها فجلدها إذا دبغ فقد طهر. يقول هذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاء وإلا فلا. أما شعرها، شعر الميتة، فهو طاهر. طبعا مقصود أيضا شعر الميتة المباحة، المباح أكلها في حياته إذا ذبحت. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة. وأما اللحم، لحم الميتة، فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. وأما ما لا تحله الذكاء فإنه لا يطهر. إذا كانت الميتة مما لا يؤكل وهو حي إذا ذبح فلا يطهر بالدباغ. وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرة. هو صحيح القطة في حال الحياة طاهرة، لكن هل هي مما يباح أكله إذا ذبح؟ لا، فالقطة لا تؤكل، واضح؟ فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. فلا يطهر بالدباغ إلا من كان حلالا أكله بالتذكية. ثم ينتقل إلى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها. ولا شك أن هذا مما يدل على شمول دين الإسلام لكل أحوال المسلم. الشريعة لا تفارق المسلم في حال من أحواله، حتى مثل هذه يعني الأوضاع. والفقه هنا مفيد جدا، وربما نحن في ظل الحياة الحديثة يعني نستغرب بعض الأحكام إذا يعني رأيناها، خاصة في قضايا الاستنجاء ونحو ذلك. لكن كما قال بعض السلف، تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه. العلم يكون سلاحا معك، فقد توجد في ظروف، في سفر، في سفينة، في تنقطع بك الطريق، فالعلم عندك يعني يدلك على المخرج، زحام، انقطاع مياه ونحو ذلك. فالعلم يفيدون كثيرا في مثل هذا. فهذا مما يدل على شمول الإسلام لكل أحوال المسلم، فإنه شرع لنا كل ما ينفعنا. أول مسألة في باب قضاء الحاجة وأدابها الاستنجاء والاستجمار، وقيام أحدهما مقام الآخر. أما الاستنجاء فهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. إذن الاستنجاء هو إزالة ما يخرج من السبيلين، أي البول والغائط، بإيه؟ بالماء. والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. فالاستجمار استعمال الجمار يعني الأحجار، مسح الموضع أو مسح الأذى بطاهر مباح، لابد أن يكون الشيء المستعمل طاهر مباح منق، طاهر مش نجس، مش بالروث مثلا أو أي نجاسة. ثاني حاجة مباح منق، منقي، يستطيع يعني يمكن أن يزيل كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر، بمعنى أن بعض الناس تفهم أنه لا يجوز الاستجمار إلا عند تعذر الاستنجاء. لا، ستجدون الشريعة فيها تيسير غريب جدا في أشياء الناس تشدد على أنفسها فيه. لا شك قطعا أن استعمالهما معا أو استعمال الماء فقط هو أولى الأوضاع، لكن لظرف أو لآخر إذا اضطر الإنسان واستجمر فقط فلا شيء في طهارته، فهذا ما يعفى عنه. لأن الحقيقة الماء أفضل، لماذا؟ لأنه يزيل العين والأثر،
لا يترك أثرا. أما الاستجمار بالأحجار فإنه يزيل العين ويبقي قد يبقي أثرا يعفى عنه للمشقة. فإذا لكن لنفرض كذا بسبب أو بآخر أو حتى بغير سبب واحد استعمل الأحجار أو ما يقوم مقامها الأوراق ونحو ذلك استعملها ولم يستعمل الماء وتوضأ وصلى، هل في شيء في صلاتي أو في طهارتي؟ على الإطلاق لا يوجد أي شيء. فهذا من التيسير، لأن الإنسان قد يتواجد في ظروف أحيانا فيجب أن يكون على وعي بهذا الفقه. فالإنسان فيجزئ الاستجمار عن الاستنجاء والعكس، كل منهما يجزئ عن الآخر. يعني استعمال الأحجار ليس في حالة الضرورة، ممكن في الأحوال العادية أن يستعمل حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل لأنه أنقى ويعني أعظم في الطهارة ومدح به أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأنهم كانوا يستعملون الماء. لكن الإنسان لا بد يكون عنده علم عشان إذا وجد في ظروف يعرف المخرج كما يحصل في الصحراء أو في رحلات أو في نحو ذلك. يقول الاستنجاء وإزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل، يعني بين الماء والأحجار، طبعا الأحجار أولا ثم الماء. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. طاهر يعني لا يجوز أن يستنجي بشيء نجس كحجارة سبق استعملوها في الاستجمار مثلا. من كل طاهر منق يعني ينقي الموضع، واضح؟ مباح. لكن مثلا لو رمل، هل الرمل تنقي؟ لا تنقي، ولكن لابد شيء يكون طاهرا منق ومباحا. كما ناديل الورق يجوز استعمال مناديق الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها أو فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات. هنا تنبيه مهم جدا، أن في شرط آخر فيما يحصل به الاستجمار بجانب هذه الشروط، طاهر منقن مباح، ايه تاني نضيفه من الشروط؟ لا دي في كيفية في العدد، منقن يقوم عنها منقن. ها ما لم يسبق استعماله داخله في طاهر خير. ممكن ماشي صحيح، لا يكون راجعا ولا عظما كما سيأتي. أيوة غير محترم، لابد أن يكون لا حرمة له، ما يجيش واحد ولورق الجرائد مثلا يستعمله كما يفعل من لا عقل عندهم، يستعمل ورق الجرائد والجرائد فيها إيه؟ قد يكون فيها اسم وزير، اسم عبد العزيز ولا عبد الله وعبد الرحمن، أو آيات قرآنية أو أحاديث أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يتم ذلك، أن يحصل الاستجمار بإيه؟ بما له حرمة، أي شيء له حرمة لا يجوز الاستجمار به. فينبغي التنبيه لذلك، لأنه قد يقع من سفهاء من الناس لا يفقهون استعمال أوراق جرائد في مثل هذا، بل أوراق جرائد لا تستعمل حتى في مفارش للأكل كما يفعل بعض الناس، يفرشوها على الأرض ويحطوا عليها السمك لأن طبعا أيضا إذا كان فيها آيات أو أسماء شريفة فإنها تمتهن، أو شيء من أسماء الله الحسنى. يقول ولا ينجز في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. والرجيع هو العذرة والروث. أما المسألة الثانية فهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة،
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. كل قيد هنا مهم، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان، يعني ده الكلام ده إن كان في إيه؟ في الصحراء حيث لا بنيان. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله تعالى أعلم. هذا أفضل وأحوط، أن يترك ذلك حتى في داخل البنيان. لكن في مشقة فيأخذ بما ذكرنا أنه لا بأس به في داخل البنيان. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إناث الجن وذكورها. وطبعا تلاحظون هنا أن البداء بالبسملة مش بالتعوذ، بخلاف مثلا في قراءة القرآن تبدأ بالتعوذ ثم تبسمل، أما هنا فالعكس، بسم الله ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستثار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، وفي رواية إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. المسألة الرابعة: ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. طبعا يعني من الأداب المهمة جدا في مثل هذا أن يستحضر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى في حتى مش بس في الرزق الذي أطعمه إياه وسقه، وهي نعمة عظمى من نعم الله علينا، لكن أيضا نعمة الإخراج نعمة. يكفي أن نذكر القصة التي أو الموعظة التي أزداها أحد العلماء لأحد الخلفاء أو الملوك لما حصل عنده احتباس في البول، فكان يتألم جدا وما كانوا شايفين حل للمشكلة دي، فقال له يعني تتمنى الموضوع ده يعني تفرج عن هذه الأزمة وكم تدفع؟ قال: أدفع ملكي كله، كل ملكي أتنازل عنه في سبيل أن يخرج هذا الأذى من بدني. فقال له: فاتق الله في ملك لا يساوي بولة. فهذه نعمة ينبغي الإنسان أن يستحضرها، أن تيسير التخلص من هذا الأذى الذي يؤذي الإنسان جدا إذا احتبس داخله، قد يصل به التسمم والموت. إيه أول علاج لما يحصل لواحد احتباس بول؟ كلمتين عشان ما نطولش، احنا مستعجلين، مفيش حد هنا ممكن يطب. أول حاجة تفتح قدامه حنفيه، بس دي أول إجراء، سيب الباقي. لكن دي أول إجراء، أنا أحيانا بيكون شيء نفسي مش أكتر، فلما بيتفتح أمامه مجرى ماء حنفية صنبور يعني، فممكن بتعالج الوضع ده.
ما احنا قلنا تعلم العلم فإنك لا تدري متى تختلج إليه. ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة؟ يحرم البول في الماء الراكد. لحديث جابر. يبقى الناس بتتكلم بقى على البيئة ويعظمون أمر البيئة وفرحانين بنفسهم قوي في هذا العصر. يعني إذا راجعنا أحكام الإسلام في موضوع المحافظة على البيئة بالاصطلاح الحديث فنجد أرقى الإجراءات الوقائية سواء في الطب الوقائي وفي النظافة وفي المحافظة على خلق الله سبحانه وتعالى بدون يعني إفساد. فهذا موجود في الإسلام. فأول شيء يحرم أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الذي لا يجري. لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. هذا من الأدب، ليس على التحريم لكنه من الأدب أن يتجنب، لأن اليمين في الإسلام دائما مكرمة وتستعمل فيما يعني يشرف من الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ويحرم عليه طبعا طبعا بل هو أولى. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق. يحرم، شوف كلمة يحرم دي، يحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه. لا تقضى الحاجة في الطريق حتى لا يؤذن المرة. ثانيا في الظل، لأن الناس قد تلجأ للظل عند الحر الشديد. أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمار فتتنجس فيحرم الناس من طعامها. أو موارد المياه، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. كلمة الملاعن دي لما اندأ فيها تخوف جدا. الملاعن يعني إيه؟ يعني الجالبات للنعم. لأن اللي يجي يشوف واحد جاء تحت ظل الشجرة وقضى حاجته هيقول لعن الله من فعل كذا. اللي يجي يلاقي واحد في الظل أو في موارد المياه أو في يعني طريق الناس الذي يمرون عليه أول شيء ممكن يعمله إيه؟ يلعن صاحبه. فإذا كان فعلا ده ظالما وارتكب محرما فإنه يخشى أن تصيبه الدعوة. فلذلك انظر إلى رحمة النبي عليه السلام بالأمة كي يحميه من اللعن وترهيبا له من هذا الفعل. بيقول اتقوا الملاعن أو اتقوا اللاعنين. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يأخذ أدبا من هذا أن الإنسان أي شيء قد يجلب عليه اللعن أن حد يدعو عليه فيتوقعه. يعني أذكر أحد الإخوة لما خربش سيارة وهو ماشي بسيارته، ده خلق المفروض نتحلى به جميعا، يعني هو ما حدش شايفه هيمشي. فماذا كان يفعل؟ يقول أخشى أن الراجل يشوف السيارة متخربشة كده بالحكة دي فيدعي علي أو يقول لعنه الله أو كذا أو كذا، وهو يكون أيضا مظلوما. ففي هذه الحالة بيكتب اسمه مثلا وتليفونه ويخليه على الإيه؟ على السيارة بحيث يقدر يوصله ويستحله أو يسأل إليه حتى يصل إليه. يعني إنسان يتقي أي شيء قد يكون ذريعة إلى حصول الدعاء باللعن. يقول اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، موارد المياه، وقارعة الطريق والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. كما يحرم عليه قراءة القرآن. يحرم على من يقضي الحاجة طبعا أن يقرأ القرآن في هذه الحالة. ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو بالعض أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. ويحرم طبعا لأن هذا من إيه؟ طعام إخواننا من الجن. ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي
صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني كلاهما سيان في الاستقباح، هل يليق بإنسان أنه في وسط السوق يقضي حاجته؟ لا يليق. كذلك يجب أن يراعي حرمة الموتى، فإنهما سيان في يعني لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول عليه، ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ويكره أن يبول في شق ونحوه، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، زي النساء لا يلبسن سلاسل فيها لفظ الجلالة أو نحو ذلك من الذكر، فيكره دخول الخلاء بشيء في ذكر الله إلا لحاجة، كأن لم تجد مكانا تضع فيه هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. لماذا؟ لأن كان عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف الشريف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. المصحف لو موجود في قرص مثلا سي دي مثلا أو على موبايل أو كذا أفضل أن يتجنب إدخاله، لكن ليس في قوة الكلام في المصحف الشريف المكتوب العادي، هو أفضل أن لا يدخل به، إن استطاع أن يتحرى تجنب ذلك فلا بأس، لكن هو لا يعتبر مصحفا تقليديا كالمصحف المكتوب. يعني حكم التبول قائما من الجفاء أن يبول الرجل قائما، لكن لا يحرم، الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول قاعدا لأنه أستر وأبعد عن أن يصيبه الرشاش ونحو ذلك، لكن إن بال قائما لحاجة فلا بأس، كما حصل منه عليه السلام لعلة بمقبضه، كان يستطيع الجلوس لعلة في مقبضه وهو باطن الركبة. الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. أولا: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. أما حكمه فالسواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه الصيغة يستفاد منها إيه؟ قاعدة أصولية، أن الأمر ظاهره الوجوب، أو الأمر حقيقة في الوجوب، لأن هنا لو أمرهم لشق عليهم لأنه يصير واجبا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ يتأكد عند الوضوء. طبعا هو الكلام، إن قلنا أن السواك سنة من سنة الوضوء بيبقى بيستاك أثناء الوضوء لما بيجي يغسل فمه، وإن قلنا أنه سنة عند الوضوء مش جوه من جوه الوضوء فممكن يستاك قبل الوضوء أو بعده، واضح؟ ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، الشوص هو الدلك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثالثة، بما يكون؟ يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستك بعود أراك، عود أراك وهو عود المعروف على السواك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه، كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي البديل، يعني إذا الإنسان عجز عن السواك فالبديل بيكون الإصبع، لكن الإصبع شرطه إيه علشان يصلح كبديل للسواك؟ أن يكون خشنا، أن يكون خشنا. طبعا السواك كما ذكرنا تنظيف الأسنان، الاستياك تنظيف الأسنان عموما، فما فيش تعارض بين استعمال الفرشاة الحديثة، وإن كان الاستعمال عود الأراك في فوائد طبية كثيرة جدا وأيضا موافق للسنة، ثم إنه عملي الشرط معاه معجون وأشياء منه، ولكن لا يمنع هذا أن الإنسان يستعمل البدائل الحديثة ما دامت يعني تؤدي الغرض، بل أحيانا تكون أنسب، لأن ممكن بعض الناس عنده مشاكل معينة في أسنانه يحتاج حاجة لينة جدا، يعني فرشة الأسنان لينة، الخشن قد يضره. فمسألة أن في ناس تتحرج من استعمال السواك والفرشة، وهي الفرشة مسواك، خلي بالك الفرشة إيه؟ مسواك. إذا كان بننتقل للإصبع عند فقد العود، فألا ننتقل إلى الفرشة المعروفة؟ فوائد السواك، ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العب. على أي الأحوال هو لابد من حصول نوع من التثقيف للناس كيف يحافظون على نعمة الأسنان، شيء مهم جدا، وهذه إجراءات الإسلام في المحافظة على نعمة الأسنان، لأن الأسنان مشكلتها أن يعني السن اللي ربنا اعطاها لك دي لا تقدر بثمن، ولذلك الطب بيركز ايه طب الاسنان على الترميم، ما يعرفش يعمل لك سنه زي ربنا خلقها ابدا، فيها الاعصاب وفيها كذا وكذا، لكن ينفع الترميم بس زي البيت القديم بيرمموه. فلذلك لابد ان يكون في نوع من التثقيف لكيفيه المحافظه على الاسنان، ده شيء مهم جدا يعني. واضح. انا اتذكر هنا حوار بين اثنين، فكان واحد بيقول للتاني وهو مهموم بقى وهموم الدنيا عليه كثيرة كبد، فبيقول له يعني انت حاسس ان مفيش ربنا مش عاطي لك حاجة ابدا كويسة، طيب ايه رأيك لو عينيك الاثنين دول شلناها لك وحطينا مكانها اغلى جوهرتين في العالم، في مكان عينيك جوهرة جميلة كده تاخد شكل العين وقيمتها ملايين الدولارات مثلا، نشيل عينيك ونحط لك مكانها تاني الجوهرتين، ايه رأيك في الحل ده؟ فاحنا عندنا في جسدنا نعم آتانا الله سبحانه وتعالى إياها، والعبد لا يحس بقيمة النعمة إلا حينما يفقدها. فالسنان فيها مظاهر الإعجاز الإلهي عجيبة جدا وعظيمة جدا، ونعمة الله علينا تقتضي أن من بدري جدا نعلم الأطفال كيف يحافظون على هذه النعمة، لأن المشاكل كما تعلمون بعد ذلك بتكون يعني كبيرة جدا. فلا بد من التثقف ازاي تستعمل فرشة، ازاي تحدد نوع الفرشة، وكفاية الكلام ده يعني، لكن لازم يحصل نوع من الثقافة، تروح لطبيب الأسنان أو
تستفيد من شخص تعرفه يعطيك ثقافة تنظيف الأسنان والمحافظة عليها حتى لا تندم بعد ذلك. المسألة الخامسة، ودي فايدة دراسة الفقه بصورة شاملة، أن أنت ساعات بتكون محتاج تحدد المسألة دي لما أجي أبحثها، كيف أحدد مكانها في كتب الفقه. فالدراسة الشاملة دي بتعرفك، لأن في ساعات يبقى الموضوع بعيد الصلة شوية بالإيه؟ بالباب الذي وضع تحته، لكن هو ده مكانه. مثلا لو عايزين نتكلم على حكم كشف المرأة وجهها، نبحث في كتب إيه؟ تفضل. في كتاب النكاح في أي باب؟ الخطبة، النظر لأجل الخطبة. فين تاني؟ في الحج. طبعا دي مسألة فيها بقى كلام كتير عند من يقول بأن إحرام المرأة إيه في وجهها وكفيها، موضوع تاني. نعم. في الطهارة في باب. فين في الوضوء؟ لا، شروط الصلاة، ستر العورة. نعم. في كتاب اللباس. مو إيه تاني؟ في كتاب القضاء والشهادة، لأن المرأة تكشف وجهها عند التقاضي. ممكن التطبيب كرخصة وهكذا. طيب فخصال الفطرة هنا يعني ملهاش علاقة مباشرة بموضوع الايه السواك، ممكن يكون برضو في كتاب اللباس والزينة موضوع المرأة. فانت لما احيانا بيكون في موضوع معين بيوضع تحت ايه عنوان غير مباشر في دلالته على المكان، مثل هذا الباب اللي هو باب، فدايما بيقول ايه باب السواك ويلحقه بيه ايه سنن الفطرة. فنعرف سنن الفطرة لما نحتاج تفاصيلها اين نبحث عنها في كتب الفقه. سنن الفطرة، وتسمى ايضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. أما الاستحداد فهو حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. ثانيا الختان، وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة، وهذا واجب في حق الرجال، وحكمته تطهير العضو من النجاسة المحتقنة في القلفة. أما في حق النساء فالختان مكرمة أو سنة في حق النساء، وليس يعني بواجب في حق النساء. وما يثار من كلام في هذه المسألة في الحقيقة في نوع قدر كبير جدا من التكلف، لأن الأمر بالنسبة للإناث في منتهى السهولة، أن البنت إذا وصلت سن مثلا 9 سنوات أو نحو ذلك تعرض على طبيبة النساء وتحدد هل تحتاج لهذا أم لا تحتاج، وانتهى الأمر فقط. نعم. ثالثا قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. فالحديث جز الشوارب وأحفو الشوارب وأوفو اللحى، فأحفو الشوارب الإحفاء، بعض العلماء فسروه بالاستئصال الكامل، والبعض فسره بالإيه بالمبالغة في القص، واضح. وبعضهم فسر أن الصحابة كانوا يقمون مع طرف الشفة، يقمون يعني المقصود بالإحفاء قص ما 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 وصل إلى الشفة، يعني ما كان في أعلى الشفة هو ذا الذي إيه يزال حتى لا يعني يسقط الشعر على الفم ويختلط بالطعام ونحو ذلك، كما نرى في القساوسة وهؤلاء الناس. فمخالفة الكفار بأن يقص من لم يأخذ من شاربه فليس منه، فالأخذ ممكن أن يوفر الشارب ما في بأس، لأن عمر بن الخطاب كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه، يفهم منه أنه كان يطلق شاربه، لكن الإقماء أو القص يكون بإيه على طرف الشفة، على طرف الشفة أو المبالغة في القص أيضا. لكن ما ذهب إليه البعض من هو لا ينكر، يعتبر خلافا سائغا، أن المقصود بالإحفاء الاستئصال تماما أو الحلق تماما في الشارب، هذا
كان الإمام مالك يعده مثلة، يعده مثلة، وكان يرى تأديب من يفعل ذلك. لكن عموما الخلاف سائغ في هذه المسألة، مسألة حف الشارب وكيفيته. الأمر فيه يسير. ما أنا كلمت في دي أن هذا المقصود، أن دي خلاف سائغ. الأقرب أنه المقصود بالحف المبالغة في القص وليس الاستئصال بالحلق، والله أعلم. يقول: وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأمر والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. أما الأمر الرابع من خصال الفطرة فهو تقليم الأظافر، تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين، أساسا بعض المسلمات مش المسلمين، يعني الرجال تهالي نادر أن واحد يبقى له مخالب، لا، والنساء بيعملوا مخالب زي الوحوش، يعملوها بالأحمر حسوا كأنها مخضبة بالدماء الفريسة. ما أدري أي جمال في مثل هذا، هذا منافي مع الفطرة السليمة لفطرة الوحوش. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. وفي بعض الفقهاء استثنوا ذلك في الجهاد، قال أنه ممكن يستعمل الأظافر أثناء التشابك بالأيدي مع الأعداء، دي حالة استثنائية. خامسا: نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مسعد ابن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أما الباب الخامس فهو في الوضوء. تعريف الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى، يعني لابد فيه من الإيه؟ النية. حكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. الدليل على وجوبه قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى آخر الآية الكريمة. وحكم أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. وقال صلى الله عليه وسلم من أدلة الوجوب أيضا بجانب الآية: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها،
وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. أما شروط الوضوء فيشترط لصحته الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح الوضوء من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي هو دون سن التمييز، لأن المميز يستطيع أن ينوي ويعرف الفرق بين اللعب وبين العبادة. ثانيا النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التلفظ بالنية حكم أنه إيه؟ سنة تركية، سنة تركية. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. رابعا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما، كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم، الطلاء الذي يضعونه على الأظافر هذا يحول بين البشرة وبين الماء فلا يصح الوضوء معه. فالتي ابتليت به إذا أرادت الصلاة أو الوضوء لابد أن إيه تزيله. الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما، وإن كان هذه المسألة فيها إشكال، يعني نفرض واحد توضأ ثم استنجى دون أن يمس العورة، يصح أم لاش علاقة بها، لكن يبدو أنه هنا بيذهب إلى خلاف ذلك، الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببهما، لأن هو وجود هنا إزالة إيه؟ إزالة نجاسة، مش رفع حدث، هو رفع الحدث بالإيه؟ بالوضوء، أما إزالة النجس فهي غير مرتبطة برفع الإيه؟ الحدث، والله تعالى أعلم، لأنه لم يعني بعد الوضوء ولم يستحدث، لم يخرج شيء من السبيلين، لم يخرج شيء فلا ينقض الوضوء. هي مسألة صعبة لأن الطبيعي أن يحدث الاستنجاء أولا. المولى والترتيب ثم غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه بكامله، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والمولاة. غسل الوجه بكامله لقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، ومن الوجه من غسيل الوجه يدخل فيها المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين لقول تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. فانتبهوا هنا جيدا، يعني بعض الناس بيبدأ في الوضوء بغسل الكفين، ما حكمهما؟ سنة مستحب. لا أمال إيه بقى؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده ركن من أركان الوضوء أو واجب من واجبات الإيه؟ الوضوء. طيب بعض الناس يغسل إيديه في أول وضوء كفين، ثم يغسل الوجه، ها؟ ثم بعد ذلك يغسل من الرسغ إلى المرفقين، ما رأيكم في هذا؟ باطل، وضوء باطل. لماذا؟ لأن غسله هو بيكتفي بغسل الكفين في الأول، غسل الكفين في الأول ده إيه؟ ده سنة، مش هو ده واجب الوضوء. واجب الوضوء بعد غسيل الوجه بتغسل الأيدين من أطراف الأصابع إلى المرافق. فانتبهوا لهذا، أن بعض الناس بيعتمد أنه في البداية غسل الكفين، ثم لما بعد ما يغسل الوجه بيغسل من الرسغ إلى المرفق، فهنا هو ما غسلش الكفين. والله سبحانه وتعالى يقول إيه بعد الوجهين، الترتيب هنا شرط، فاغسلوا وجوهكم، وثانيا بعد الوجوه إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، أيديكم من أطراف الأصابع إلى المرافق. فانتبهوا لهذا. غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعض. هذا هو اختيار العلماء الأفاضل مصنفوا هذا الكتاب، وهذا القول أحوط وأقوى من حيث الأدلة، وإن كان القول بأنه يجزئ مسح الناصية ثابت عن ابن عمر، ولا وجه أيضا من النظر، لكن هذا أحوط
اللي هو ان المسح يشمل ايه؟ كل الرأس. ها؟ لماذا؟ لان قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هذا بيان لمجمل، المجمل واجب، والبيان التفصيلي في السنة لابد ان يكون ايضا واجبا، لان المبين ياخذ حكم المبين. فقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، حرف الباء هنا لا يقتضي التبعيض، وانما الباء للالصاق، للالصاق، الصاق الفعل بالمفعول، يعني الصاق المسح بكل الراس. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، كما في صحيح مسلم. وحينما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يجوز الطواف ببعض البيت؟ او مثلا قال تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم، فامسحوا بوجوهكم، هل يحمل على بعض الوجه؟ كذلك هنا فامسحوا برؤوسكم يحمل على كل الرأس. فالفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين هو ما أجمع عليه من مسح جميع الرأس كما قال ابن عبد البر. الواجب الثالث غسل الرجلين إلى الكعبين، قول تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الواجب الخامس أو الفرض الخامس الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيره. الشرط السادس أو أقصد الفرض السادس الموالاة، بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، لأن فات وقت بين انتهاء من الوضوء وبين دخوله في الصلاة، فكذا فقد شرط الإيه؟ الموالاة. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. أما سنن الوضوء فهناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثانيا السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ثالثا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، دي سنة، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. الفرق بين المضمضة وبين المبالغة في المضمضة؟ المضمضة لغة مجرد إدخال الماء داخل الفم، دي مضمضة. أما المبالغة فهي تحريكه داخل الفم، داخل تجويف الفم. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الدلك يعني دلك الجلد مع الماء من المستحبات، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخله، لكن لو اللحية خفيفة لا يحتاج إلى تخليلها. لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. سادسا تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثا،
لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ثامنا، الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.